والصلاة في المسجد اللي فيه قبر باطلة. كان القبر قدام ولا ورا ولا بالجنب ولا بفوق، الصلاة باطلة. وإن أفتاك الناس أفتوا، والدليل على بطلانها في أي جهة من جهات المسجد، أي جهة حتى لو في عالم أفتاك، لأن الرسول أفتى، موضوع انتهى. الدليل على بطلان الصلاة لو كان القبر في أي جهة أحاديث كثيرة. من الحديث الفات شيخ الفوزان قال فيه النهي عن اتخاذ القبور مساجد، يعني مكان للصلاة. قال: والنهي عند العلماء يقتضي الفساد، فالصلاة فاسدة يعني باطلة، ما بيجوز تصلي في جامع فيه قبر أو عند قبة أو عند قبر لو ما فيه جامع ذاته، لأنه أصلا اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. العلماء قالوا زي ما قال شيخ الإسلام، قال: فكل موضع قصدت فيه الصلاة فهو مسجد وإن لم يبنى مسجد. وذلك للحديث في البخاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أي مكان قصدت فيه الصلاة اسمه مسجد، لأنك صليت فيه وسجدت فيه وعبدت أو دعيت فيه، اسمه مسجد وإن لم يبنى مسجد. يبقى حتى البيان بتاع الشيوخ ده، قل لك قبة وقبة ما فيها فكي، قل لك ده بيان، فكي ما مدفون هنا فاضي، لكن الشيخ حلم حبوبة أم جد حبوبة جد أمه إنه يدفنوا هنا. الصلاة باطلة حتى لو ما مدفون واحد هنا، باطلة، لأنه ده موضع خصص للشرك وللكفر ولعبادة غير الله عز وجل، فلا يجوز أن يعبد الله فيه. والدليل: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن جواز ذلك، قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوف بنذرك. الحديث. وبوب عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ولهذا السبب نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد الضرار حق المنافقين، مع أنه مسجد مبني، لكنه لما بني لغير الله وما كان فيه قبر ولا شيخ مدفون يعبد من دون الله، ففعلهم المنافقين أولئك في مسجد الضرار أهون، مع أنه فعل جريمة كبيرة، لكن أهون من فعل عباد القبور اليوم. فالصلاة باطلة في قبر أو قبة فيها فكي أو بيان ما فيه فكي، باطل. النبي عليه أيضا من الأدلة على بطلانها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. هل يجوز لذول يصلي جوا حمام؟ دبلوسي يجوز؟ صلاة باطلة في الحمام. فالصلاة أشد حرمة وبطلانا وفسادا عند القبر، لأن الحمام باطل لنجاسته، وهنا باطلة لأنه مكان يكفر فيه بالله عز وجل ويشرك فيه به ويعبد غير الله عز وجل في هذا المكان. الشوكاني في رسالته شرح الصدور بتحريم رفع القبور، رسالة للإمام للشيخ الشوكاني، رسالة صغيرة كم 30 صفحة أو كذا، لكن عظيمة جدا. قال: ومقصود الأحاديث لا تصلوا إلى القبور، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام وغيرها من الأحاديث، مقصود الأحاديث لا يكون أبدا النهي عن الصلاة داخل القبر. مقصود الأحاديث ما كده، قال: لا تصلوا إلى القبور، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. النبي صلى الله عليه وسلم ما قاصد إنك الحرام إنك تفتح القبر وتصلي جوا مع أبوك الشيخ جوا تعب، ده ما المقصود عند أي عاقل فضلا عن عالم. يبقى لا تصلوا إلى القبور، والأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام،
وغيرها من الأحاديث المقصود حول القبور، ولم يحدد يمينه أو شماله أو قدام أو وراء، فدل على بطلان الصلاة في المساجد التي بها قبور، ولو كان المسجد أمام أو خلف أو يمين أو يسار أو بأي جهة من الجهات، ما بيجوز. وهي فتوى قريب من ذلك، فتوى العلامة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. هذا هو الأصل.